متابعينا ووصلنا إلى فقرتنا التالية. كثير من الأشخاص بيعانوا من أمراض مزمنة، من السكري، من الضغط، وأيضا من مشاكل بالقلب. كثير من الأشخاص بيمنعهم الأطباء عن الصيام، ولكن في أشخاص مسمح لهم الصيام ولكن تحت إشراف طبيب. اليوم رح نحكي أكثر كيف فينا نحن إذا عنا بعض الأمراض المزمنة إنه نحن نصوم، ولكن بطريقة صحيحة بممارسة الرياضة. رح نحكي اكثر بهذا الموضوع مع الكوتش غيث عدرا. صباح الخير كوتش، اهلا وسهلا فيك، رمضان كريم. رمضان كريم عليكم يا رب. يسعد صباحك كوتش. خلينا نحكي بداية، يعني الناس اللي بتعاني مثلا من السكر والضغط برمضان، كيف ممكن انه يتعاملوا، وخاصة اللي منهم بصوموا؟ يعني في ناس بنعرف ما بصوموا بسبب الأدوية، في ناس بصوموا، هل تنصحهم انه بغذاء معين، بممارسة تمارين معينة لو كانت خفيفة كالمشي؟ تمام. الأول شيء بخصوص الناس اللي معهم أمراض مزمنة، هذا الموضوع كثير مهم، ما فيهم يعملوا اي اجراء الا باستشاره الطبيب، ان كان كصيام، ان كان كرياضه، ان كان اي شيء، لانه هذا عنده وضع خاص. حتى هو ذات نفسه اللي عندهم سكري، يعني هن في كذا، يعني كذا فئه او كذا درجه من مرض السكري، فكل واحد له ترتيبه معينه. احنا رح نحكي بالشيء العام او الاشمل للكل. هلا مثلا نحكي مثلا بالبدايه عن مرض السكري مثلا. هلا بس في مغالطه هون، في ناس فهماني موضوع انه السكري او مثلا مرض السكري في مثلا ناس رياضيين او 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 اي ناس مارس رياضه، هي عم تمارس رياضه بصير معها انخفاض سكر، او هذا بسميه مثلا انخفاض طاقه. هذا الشيء ما دخل بمرض السكري، هذا شيء ضمن جسم الشخص، يعني طبعا. ناس عندها انخفاض سكر مفاجئ بيقوم بحاجه تاخذ سكريات زياده، او الناس اللي معهم سكري بذدب لك بعد استشاره الطبيب لازم يكون مثلا عندهم تركيز. رح نحكي بالاول عن التغذيه مثلا، بعد الفطور مثلا ياخذوا مثلا كربوهيدرات طويله الامد، مثل مثلا البقوليات، مثل الشوفان، مثل الرز، اشياء تمدهم بالطاقه على المدى الطويل، وياخذوا نسبه فواكه خفيفه مثل التمر، يعني السكر الموجود بالتمر ظريف وخفيف ما بيرفع سكر الدم، تمام؟ مثلا على وجبه السحور مثلا لازم يكون غذائهم ياخذوا، يحاولوا ياخذوا وجبه متكامله، مثلا يكون فيها لبن، يكون فيها مثلا حليب، يكون فيها مثلا لبنه كويسه، يبعدوا عن البروتين ويركزوا على الكارب. لا ما ضروري يركزوا، بس نحن عم نعطي هدول الاشياء اللي هي بتفيد او بتضل بتترك معدلات السكر الطبيعيه، تمام؟ بالاضافه لكل انواع الخضروات كثير منيحه لهم. مرضى الضغط هدول عندهم وضع كثير خاص لسه اكثر، لانه بموضوع الرياضه هن كثير بيختلفوا لما بنحكي عنه. مرضى مثلا الضغط لازم لحظة الفطور أول شيء ياخذوا هو الخضرة، يعني بدهم ياخذوا شيء ينشط عندهم دورة الدموية أو يخلي الدم يصير لنفترض أميع، تمام؟ لازم يبعدوا عن كل أنواع الملح، هذا شيء أكيد. والأهم اللي هي موجودة كثير برمضان المخللات، شيء كثير مؤذي كثير مؤذي للأشخاص، لا تسقيها ولا فوق، تمام؟ اللي عندهم مشاكل بالضغط الدم. بالتمارين الرياضية مرضى السكري ما لازم يتبعوا تمارين رياضية عالية الشدة، يعني ما لازم يكون عندهم إجهادات عالية، لأنه الإجهادات العالية بتخلي السكر ينزل، تمام؟ فبصير عندهم هبوط سكر مفاجئ. لازم يتبعوا تمارين رياضية، تبدأ مثلا إذا تنفترض هو هلا بلش رياضة، تبدأ بأول يوم لو 10 دقائق، لو كانت عبارة عن مشي، تباعا يمشي فيها حتى يوصل مثلا ما أكثر من 30 دقيقة وزيادة. هذا شيء ضمن الطبيب ومع مراقبة السكر، هذا شيء كثير مهم، لازم حتى يعرف، لأنه ممكن في ناس تلعب رياضة وتأذيه، حتى لو انا واصف له والطبيب واصف له حالته ما تناسب مع هذا الشيء. عندك مرضى الضغط هدول كثير مهم يعملوا العكس، يشتغلوا تمارين عاليه الشده بس كمان تدريجيا، يعني مثلا مرضى السكري لازم يلعبوا تمارين مقاومه، تمارين ما يكون فيها مثلا نفس زائد، او مثلا مثل الايروبيك او مثلا الجري، هي لمرضى السكري مو كويسه. لمرضى الضغط كثير منيحه، لانه بالنهايه انت الضغط هي مشكله من القلب والشرايين، فانت بحاجه شيء يطور القلب عندك، فانت هي التمارين بتساعدك على تحسين قلبك وزياده ضخ الدم، يعني بس تكبر عضله القلب بصير ضخ الدم عليها اسهل، فبزيد بخف الضغط على الشرايين، ما عاد بصير عنده هذا الترتيب، بس كمان هذا بحاجه متابعه، بحاجه يكون عم يقيس ضغطه ونبض قلبه. وبرد بقول لك كمان هذا الشيء كثير مهم، ورجاء ما حدا يهمله، انه عم كثير تجي مغالطات وبيجي لعنا ناس بدون يدربوا انه اخذ استشاره طبيب، ايه هو بيكون ما انه اخذ هذا الموضوع، ما مشاني مشانك انت، لانه انت ممكن تاذي حالك على المدى الطويل، الجهد الزايد بياذيه، ممكن يكون الطبيب ما سامح له حسب وضعه هو ياخذ يمارس رياضه. تمام. نعم غيث، عفوا، كثير من الاشخاص هنا بينصحوا وخاصه الصبايا
بشهر رمضان وعلى الصيام، لأنه بعد الإفطار خلص بناكل بشكل كتير كبير. في دائما يمكن تساؤلات عن التمارين الرياضية قبل الفطور ولا بعد الفطور، والساعات المحددة لممارسة الرياضة. كثير من الأشخاص بيلاقوا صعب إنه هن صايمين يعملوا رياضة، ولكن كثير من الأشخاص بيقولوا لا، قبل الفطور بساعة لازم تمارسوا رياضة. خلينا نحكي عن هاي النقطة، وخاصة للأشخاص يلي لازم يتحركوا ويعملوا رياضة. طيب هلا هذا الموضوع في كثير مناقشات، بس نحن رح نحكي الشيء العلمي، تمام؟ انه في ناس بتقول لك حسب هدفك، اذا انت هدفك تنصحي بتتمرني بعد الفطور، اذا هدفك تنحفي قبل الفطور، هذا الشيء غلط. انت اصولا ما لازم تتمرني على معده فاضيه الى حوالي 12 ساعه فاضيه، حتى لو كان هدفك النزول، ما انت ما بتنحفي من موعد التدريب الرياضي، انت بتنحفي من مجموع سعراتك باليوم ومجموع صرفك، لازم يكون صرفك للسعرات اكثر من اللي شيء اكلتيه باليوم، تمام؟ هيك بلشي تنحفي، حتى لو تمرنتي بالفطور، انت عم تفطري تمرنتي ما بيأثر، نحن بهمنا مجموع سعرات باليوم، فالاهم من هيك انه نحن نتبع نظام تغذيه يتناسب مع حجم سعراتنا، يعني نحن الوقت اللي مسموح فيه من الافطار حتى السحور، لازم هون بهذا المجموع بهذا الوقت نحسب كم كالوري اكلنا، مثلا نحن بحاجه 2000 وعم نحب ننحف، خلص بنجيب 1500 ما مهم، بس افضل وقت للتمرين انا كغيس او اي حدا عم يشتغل معي خليه يعمله بعد الفطور بساعتين، بيكون صار عنده طاقه، يعني حتى اللي بده ينحف هو بده يبذل جهد بالرياضه حتى فيه ينحف، اذا جسمه ما فيه مخزون طاقه او مخزون كارب او مخزون بروتين حتى يقدر يمارس او ينفذ هذا النشاط كامل، تمام؟ ما حيلبيه بطاقه كامله، فنحن لازم يكون متغذى الجسم على اساس نحن بنحسب له او بندخل له الاكل حسب هدفه، تمام؟ وانت بتنصح برياضه المشي طبعا اكثر شيء، رياضه المشي يعني هي اسلس شيء رياضه المشي شيء ظريف، بس فعليا يعني انت بدك تمشي ساعه حتى تنفرد تحرقي 300 كالوري او 400 كالوري، لا اكيد ربع ساعه افضل لي كرمال موضوع الوقت، هذا خصوصا برمضان، يعني ما حدا رح يكون كثير عنده هذا الوقت، خصوصا انه وقت الافطار قصير، فمثلا اذا واحد بيعمل جري كثير منيح، اذا بيطلع على الدرج ما في حدا ما عنده درج بالبيت، يعني يطلع على الدرج بمعدل 10 دقائق ويعمل استراحات ضمن ال 10 دقائق او ربع ساعه بيكون شيء كثير منيح، هذا عم نحكي عن الناس اللي غالب الناس برمضان بعد الافطار ما حتنزل على الجيم، تمام؟ شو لسه كنا عم نحكي، بس موضوع المي هذا شيء كثير مهم، الان الناس عم تعمله مهما كان يكون الهدف، زياده وزن انقاص وزن ايا كان، لازم يكون عندنا بين 2 ل 3 لتر من لحظه الافطار من لحظه السحور، لازم يمرقوا على دفعات، يعني نحرص بكل ساعه نكون عم نشرب مي مي مي، مو انه مشاريب، يعني في عالم بيقولوا لك عم يشربوا شاي عم يشرب متي، لا ما بتعود، لازم يشرب مي تماما لوحده بدون اي شيء، ولازم يحرص انه كل ساعه يكون عم يشرب. نعم. هذا شيء كثير اساسي. نحن بنتمنى هيك الكل يكون استفاد من المعلومات اللي اعطيتنا اياها، وبنتمنى دائما السلامه للكل، وان شاء الله ما حدا بيطلع وزنه برمضان. يا رب. شكرا لك يا كوتش، شكرا لكم. شكرا لوجودك.